يعتبر الكرز من الفواكه المحببة لدى الجميع بمذاقه المختلف وفوائده الصحية، حيث أنه غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية. فوفق دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، أن ثمرة الكرز تعود على الجسم والبشرة والمناعة بفوائد عديدة، ويؤكد الأطباء أنها ثمرة مثالية لتجديد احتياطي الفيتامينات والمواد المغذية المفيدة للجسم. فالكرز يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والمنغنيز والنحاس والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم وعناصر مضادة للالتهابات. وتناول مقدار كوب واحد من هذه الثمرة يزود الجسم بالعناصر المعدنية اللازمة لإنتاج الدم، خاصة لمن يعانون من فقر الدم. بالإضافة إلى تقليل أعراض متلازمة التمثيل الغذائي، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وتحسن توازن الماء من الجسم، وتساعد على خروج السوائل الزائدة، وتعزز وظيفة عضلات القلب. يحتوي الكرز على كميات عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. لذلك حسب خبراء التغذية، يفضل تناول 300 جرام من الكرز فقط وعدم تناوله بكميات كبيرة، لأن ذلك قد يسبب الإسهال، ويفضل تناوله مع الفواكه الأخرى في الصباح وليس في الليل، لأنه قد يؤدي إلى الانتفاخ والأرق.